السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشوربه ديال الذره، ديال السميده، ديال الذره السميده الغليظه. كي تشوفوا معايا هنايا عندي هاد البرمه، الماء فيها غلا، وعندي هنايا زلافه ديال السميده. هذه السميده ديال الذره البلديه، وكندير كنزيدها على هاد الماء، نزيد عليها السميدة كاملة وكنبقى نحرك نحرك نحرك. وغادي نزيد على هاد السميدة واحد جوج معالق ديال الإلان، جوج معالق عندي هنا ديال الإلان، ما محمرش هذا إلان، غير كنسخنو شوية وكنطحنو باش كيتطحن لي مزيان. تنقى شوية البوطة باش كيتطحن لي مزيان كما قلت لكم، غير كنسخنو وكنطحنو. وهو واخا ما يتطحنش مزيان في هاد الشوربه راه كيطيب معها، ما كيبقاش يبان، حيت انا غادي نديرو دابا مع شنو كندير له باش ما يتكورليش، باش ما يتكورليش كنزيدو الماء، كنزيدو الماء بارد وكنحركو هنايا مع هاد الماء. حيت الا درتو هكاك غادي يتكور لي هنايا مع هاد السميده وغادي يعذبني، غاديش يبغي يتحل دغيا. يعني هذا كنحلوه هنا في الماء بارد عاد كنديروه. صافي، وغادي نزيد الملحه، نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وديك الساعه تنصحو الذوق ملي طيب. دابا هاد الشوربه هادي اللي كتشوفو معايا هنايا انا غنخلي هاد السميده طيب، غنخليها طيب مزيان مزيان. شي بعد الخطرات شنو كندير ليها؟ كنطيب الماء، كنطيب الماء مزيان وكندير فيها السميده مثلا الصباح الا كنت غنحتاجها العشيه، كنطيب الماء مزيان وكندير فيها السميده وكنغطيها وكنخليها حتى العشيه عاد كنكمل ليها الطياب. وشي بعد الخطرات راه انا كنطيبها هكا، شي بعد الخطرات كنطيبها مباشره، اولا بحال دابا الا كنتو غطيبوها الصباح راه كديروا لهاد العمليه في الليل، كتخليو الماء كيغلى مزيان وكتديروا فيها هاد السميده الغليظه، حيت هي السميده الغليظه كتبغي الطياب، وكديروا فيها السميده الغليظه وكتخليوها تبات في ديك المطايب حتى لغد ليه، عاد كتردوها طيب. مش كطيب دغيا كتلقاو ديك السميده كتلقاوها تنفخات، ويعني تنفخات ولات منفوخه، يعني بحال طابت الطياب ديالها الاول. صافي دابا انا كما قلت لكم انا غنخليها طيب، وحتى تبقى ليها واحد 20 دقيقه هكاك باش نطفي عليها، وغادي نرجع معكم باش تشوفوا معايا شنو غادي نزيد عليها باش كتولي لنا شوربه غنيه وصحيه وكتكون حتى زوينه في المذاق ديالها. غادي نزيد ليها مكونات وخضار ان شاء الله يا ربي، خضار هكا ديال الموسم اللي غيجيو مع هاد السميده ديال الذره. صافي انا بقاو معايا حتى تبقى لها واحد 20 دقيقه باش نطفي عليها ونرجع معكم باش تشوفوا الباقي ديال المقادير ان شاء الله يا ربي. صافي من بعد ما رجعت لكم هذه الشوربه ديالي اولا السميده ديال الذره، ها هي علي نطفي عليها، باقي لها تقريبا واحد ثلث ساعه هكاك، 20 دقيقه ولا نص ساعه. شنو كنزيدها؟ كنزيدها هاد الخضر اللي كتشوفوا معايا هنايا، عندي هنايا البطاطا الحلوه، جوج طواطات حلوين يكونوا مويه في التقده، وعندي جوج ديال الخزيوات شوفوا معايا، وعندي واحد ربعه ديال القرعه، وغادي ندير بصله. الا عندكم البصله خضاريه ديروا البصله خضاريه، انا ما عنديش البصله خضاريه، هي البصله خضاريه احسن.
وغادي ندير هذا هنايا عندي الكرافس والمعدنوس، ما درتش القزبر، درت غير الكرافس والمعدنوس. كنقطع هذا الشيء هنا عشوائي، يعني كنقطعو غير بحال هكا، كنقطع هذا عشوائي، حتى القزبر والمعدنوس كنقطعهم عشوائي. المهم انا غادي نقطع هاد الخضار وهاد هاد القزبر وهاد المعدنوس، حتى هو كندير ليه غير هكا، لان هادشي هذا اللي كتشوفوا معايا كلشي غادي يتطحن. البصله كذلك نقطعها غير هكا، المهم انا غادي نكمل كلشي. هادشي غنقطعو، الا خاصني الماء غادي نزيد الماء بحال هكا. المهم الا خاصني الماء غادي نزيد الماء، كنزيد الماء طايب، خاصكم تزيدوا الماء طايب. العطريه شنو غادي نعمل فيها؟ حتى العطريه كنديرها حتى لدابا، غندير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الفلفل الاسود، وواحد شويه ديال السكنجبير، وهنايا عندي قزبر حبوب مطحون، واحد شويه ديال القرفه. العطريه ما كنكثرش منها، كندير غير شويه 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 من الحاجه. الملحه راه حنا دايرينها، وحتى نذوقوا ونشوفوا. وهاد العطريه هادي نت راه كنزيد عليها انا واحد شويه ديال الماء، حتى هي كنزيد عليها شويه ديال الماء باش ما كتكورليش هنا، باش ما تكورليش. كنخلطها مزيان مزيان، لان الا درتها غادي تكور وغتبقى مكوره لي تما، ما غتعذبني ملي نجي نفسخها. صافي غادي تقولوا لي علاش زعما من الاول نديروا هاد الخضر. انا ما بغيتش من الاول نديروا الصراحه هاد الخضر، حيت السميده ديال الطرا كتطلب الوقت بزاف، كتطلب الوقت بزاف باش تطيب. وهاد الطريقه هادي انا راه كنديرها حتى مع البلبوله ديال الشعير، حتى البلبوله ديال الشعير كندير لها الطريقه، كنخلي البلبوله ديال الشعير كطيب مزيان مزيان مزيان، حتى كتبقى لها واحد 30 دقيقه ولا 20 دقيقه باش نطفي عليها، عاد كندير ليها الخضره والبصله والكرافس والمعدنوس، ولا الا بغيتو حتى القزبر، وكندير ليها العطريه وكنخليها كيطيب، حتى كطيب داك الخضره وكنطحن كلشي. المهم كتشوفوا معايا انا غادي ندير هاد العطريه باش مابقاش نطول عليكم في الفيديو. انا غادي نكمل وكندير زيت العود، ما تنساوش زيت العود، حتى زيت العود كنديرو. الا شفتوا هادي ديالكم الشوربه ديالكم خاطره بزاف، راه كتزيدوها الماء طايب. كنأكد عليكم الماء خصو يكون طايب، يكون عندكم الماء موجود طايب كتزيدوه. صافي انا غادي نكمل، غادي نقطع هاد الخضره هادي ديالي اللي كتشوفوا معايا اللي بقات لي هنايا، وغادي نغطي عليها وغادي نخليها الطيب. ملي غادي تطيب غادي نطحنها، وملي غادي نطحنها وتوجد معايا غنرجع معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها. كتجي صراحه زوينه وكتجي بنينه، وكتجي بالطيب ديال بالطيبه ديال الكرافس، يعني بالطيبه ديال الحريره، وكتجي حتى بالطيبه ديال الحلاوه، حيت كلشي هادشي اللي دايرين فيها حلو. وبقاو معايا حتى تشوفوا القوام ديالها في الاخر كيفاش غادي يجي. هانتوما كتشوفوا الشوربه ديالي من بعد ما طابت ديك الخضره، طحنتها ورديتها تغلى واحد جوج ديال الغليات هكاك، وكنت موجده ليها واحد شويه ديال الكرافس والمعدنوس مقطعين رقاق وزدتهم عليها. المهم القوام ديالها انا كنديرو بحال هكا، المهم القوام ديالها كيرجع لكل واحد والذوق ديالو، كاينه اللي كيبغيها خفيفه وكاينه اللي كيبغيها ثقيله. المهم كما كتشوفوا هانتوما وراها كتجي زوينه بهذه الطريقه هذه. وكما قلت لكم انا في الاول راه كندير حتى البلبوله ديال الشعير كندير ليها نفس الطريقه، وجربوها راه غادي تعجبكم، ولا جربتوها تاكلوها بالصحه والراحه. وكنتمنى اللي شاف القناه لاول مره وعجباته يتابونا معنا ويفعل الجرس وتبارطاجيو الوصفات مع احبابكم وصحابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.